إيمان كشيء قراءة لقوق أبو باين الرحمن كقول كيف ما سور مقايبة يقول كيف فردوسية شنو قرص وليجية قنقار هدي آتيهين قراءة لقوق باري وحي جن نقيمها كوس عن قرص كيلاشا قران كي يسونها الله يسقى ريان لك على قادن قادا ديجودا نبرت يسدا وحلاقة حو أو تفسير كوال لقوق يافر قلوب تينا قيامة حقي سادوان لوق القلا ياي تديو قادر كني وعنا قات أمر كيسا الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه أما بعد عين كبل أبين آيات الصدنية الضباء كم إذا سورة إبراهيم قال الله تعالى إلهي بأوحر السقوك والرمي نبي إبراهيم عليه السلام يسجد إلهي أبريي دعا مضا إن لك قد ضيضه ربنا أبو نبي إبراهيم ربك يقيو إني أسكنت من ذريتي وبتكيق قار كم إذا وحن تشيء بواد غير ذي زرع مال ضاحة وأن كبحم بوح سرعة هي وح العناء عند بيتك المحرم بيتك أما جوري جاي حرمة لها أكتي سنتشي ربنا ليقيم الصلاة وحنا الكاود تشي الس صلاة أيوة كان فجعل واحد يشاب إلهي إلهي واحد يشاء أي نبي إبراهيم لي أفئدة من الناس ذاتك قلوبته وذقار كمدة تهوي إليهم متصوتش على سنة يسوء سهلو بيسة ذاتك هل كان شوقا يحرم وارزقهم من الثمرات إلهي أمرها نسيه أمر بضا إلهي كو أرساق ذاتك هل كان دقن لعلهم يشكرون السيئة يكون مهد نقان أما إن يكون مهد نقان بأل الرجيني ربنا إلهي يقول إنك تعلم واحد ذو أكتها ما نخفي وما نعلن وحن قرينا إنه يا وحن موتنا إنه إلهي ولا بد أبو ذكتي وما يخفى على الله من شيء إلهي وحبك كما قرسوم يان هل شيء كما قرسوم يو في الأرض ولا في السماء سموينك يرولك وحبا إلهي كما اللي بدع الحمد لله ما هذا إلهي يقول لي ما هذا إلهي يقول للنبي إبراهيم الذي إله سو وهب لي أني جايه بيجي يسيجي على الكبر مع الكلمة مع الكبر أنا جو وين بق أوضيع إسماعيل وإسحاق لبذا ويل أما لبذا النبي إلهيه بيجي أرى محض إن ربي للسميع الدعاء ربي جاي الدعاء وأقبله ربي اجعلني إله واحد جاي أش مقيم الصلاة صلاة دميد أوجه ومن ذريتي أبت كي قار كودنا إله كوا أوجه كيال صلاة ربنا وتقبل دعاء ربك يو ربك يجيو دعاء إذا أقبل ربنا ربك يجيو اغفر لي ولوالدي إله تنبي قلنا نعف وللمؤمنين يدتك أشهادنا يكون رمي يوم يقوم الحساب مالك حساب تستاكتي قيامة دعوه يدتك الله حسابنا ودعاء يدتك مهدنا قي كوي هرموت كوها وأنبياء إلهية وأولو العزم بقاه ويفضل بدنا نبي الله إبراهيم أبو الأنبياء دعادي سيبو سيوة دايو وحاو إلهي إلهي سيقو كو أكسون با الله عوضا ورن ميسيد إلهي ويأرك يارن كيغا وكورها يام حانك بريبا سو كان حقا قال كيا باهيد هذا سو قدي باهيد هذا موجسي مسكين نمد هذا يا إلهي نالد برنبا كم أرميني هذا هو صوباً لغاية الشيء إلهي وكوغي هاي وبعد كيغا قار كوذو حانتشي يبون ميل دوحوها آن لهاين بسرع يوح لقعونا وهل كايمكا كعبادو أي كتال أكتير شدو تلبابا يا حديث كي ديرا بخاري كسونا نبي الله إبراهيم عليه السلام وحكي حي حاس كيسي آجرا يأينا كيدي إسماعيل وير ركاو حدتشي هل كا عيال كزمزمك يا كعبة أكتيس أيو دشيء يلو كعبةنا أنا الاثنين عيال كاسمسم كنا أنو كسمة الاثنين وحوسي ذي وحص هيا سبرار أما قربت بياء هي مت مرة حاجة أمر كلها شوقي وكذا قاتي ويسكذا قول قاتي معناه وتجيبان وشيء ذا واحد تري حاجة تجيس وامص حاجات نجات تجيس وامص الله أمرك بذلك لقد دي عجيب كايد بكل هذا الشو حتى لما إلهي بعد سداك فراي مركا وحول إلهي بعد سداك فراي إذا الله يضيعنا بيت هدا إلهي نضيع ما
وأولياء إلهي أفكار الشدود أيو إريادود ونكسنوي لابت ماي قراعينو ماذا حمر بكو ماي لابانينو ماي فردانينو ماي قايلينينه حتى با إلهي كل هدو سلاكو أمري بنان كاد نغتك تنغو دايعي مايبي مركي سبرار كي بيها أنا دماغي كي تمرتها أنا دماغي أما بيبا سيباي دماغين إلان كيدي يراوها الرادة يدينا ويها الرادة تبتنا وحي استلبالها فردينه في ورد بيك وامن تايه ميلها وحل عبايا عيال كسوا يغيك وحي عررته هل كان مكاين عررنه حجكي عمره ده السفاء يا مروا لحده وده أي سلاة تضبط جير ويرق سعوته مرنا وقع ليس وهناك ذكريات وطاولي التاريخ ذي الحصي يعني أركينين ولي أردينو كفاع الدين تيلاهي الله صامري هي أمر كإلهي قادة شديس يدو سيدي كلب ميلو فولي سؤال يابسن أي سنقر مقش هل كينا كيدو كيف أكتيس سنقر لي هدي أي كسو عررتين وحي عرقت بير ريق سيد ريق وصو ساروك لكرو دوريا ملك جبريل باشو ويميو ملك إلهي وصادر أي ريق يسي هل كاك تاق إلهي باو صادر سبحانه وتعالى بيب هل كاك سوى بوضي وحي لحج على ذا الله إلادانا وعجيبو باهيدا أياك أنت لحج على ذا بيه مركا وحي عرقتين قلقل أيانو وحي استرياي كافتين inta aanay cabin ba waxa isku dayday horta inay joojisato dabeytana ciid bay biyihi qulqulaya ku hakisay nabi maxamed isagoo faaleenaya sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay hadii hooyadeen aanay biyaha hakin lahayn waxay noqon lahayn wadi caalamka qulqula marka la xajacladi ayaa sabab looga dhigay inay inta ku soo hakiso biyi sidee ku cabeen timirteeda hadii waxu hareenaa cuntay qolnimo reer jurhum la yiraahdo waaf arabiga ku hadlayay ayaa markaa yimid oo waxay arkeen meel shimbir ka duulayaan waxay halka biyo kumeynaan laakiin shimbiraas waxay sheegayaan inay halka biyo yihiin iyadii baa wiimaadeen inankeedi markii la wada hadlayna waxay tiri waa ila degi kartaan laakiin ceelka maamulkiisa waxba kuma lihiin sidii ingiriiska saanta ay kula qoranay soo ganamaysay waa muhiim haddii dadku soo galayo arliga loo tartamayaan inuu itaal roo marka waxay tiri meesha maamulkeeda ma lihidin laakiin waa ka faa'iideysan kartaa sidii bay kula degeen nabi ismaaciilna waa weynaaday qoladii reer jurhum buu ka guursaday isagoo xaas leh ayuu soo noqday aabihii nabi ibraahim ka warantay u dhaxaysa ilma yaro mujaaho jiifa ilaa isagoo dee 20 jir ku dhawo xaas bale markii uu yimidna wuxuu la kulmay xaaskiisiyo kolkaasuu wareystayo noloshii buu ka wareystay iyada iyo ninkeeda iyo ehelko way cabatay dalayaan ku noolahay bayt in yaro biyaahi in yaro hilib ugaaleeda ayaan ku noolahay iska liidataa noloshayda igu salaam buu nabi ismaaciil oo waxaad ku tiraahdaa fariiniga gaarsiiyo qayir cataba tabaabik albaabkaaga fayaaradiisa iska bedel markuu nabi ismaaciil yimidna anbiyaadu waxay leedahay wax dareen la yiraahdo sidii qisadii nabi yuusuf iyo yaquub ay ku soo marayn waxbuu dareenay markaas dabeytana wuxuu cidmiye ku timi haayo nin sheekho haybad leh oo caynkaas oo bii wax fariin ku faray haa fariintaas uu dhiibay albaabka la bedelaya waa adiga albaabka la bedelaya waa adiga yam xeeradu musiibada ay leedahay iyo cabashadu iyo xayraanku waa musiibadu leeyahay haddaad alxamdulillaahi badin weydo aad walaacaato walaacaadkiya waala looga badiso wal calaf ku aysa dee waa iyo kala dhaqa sidee ku kala dhaqaajiyeen haddana muddo kadib uu ku soo noqday isagoo xaas leh haddana oori kale markaas sidii oo kale waa imtixaan wuu wareystay wareysigii markaa islaan waxa ruux dumaraha waxay noqotay iska miyir qabto iimaanku qanjaha joogo badhaadha iyo barwaaqay sheegtay biyahaasaan ku noolahay iyo ugaadha iyo khayrkaasoo waxba naga muuqna alxamdulilah way bushaaraysay yaa igu salaam buuriya waxaad u sheegtaa inuu albaabka fayaaradiisa iska daysto sidaasaa markaa dabeetana uu ku daayayadiina oo waqti dambe uu soo noqdo waa waqtiga axdiidku u dheeraayo waa markii dambe waa kolkii kacbada ay dhisayeen sida qur-aanka suuratul baqara ilaahay uu kaga waramay waqtigan uu ducaynayaa culimada qaarkood waxay leeyihiin waa intuu kacbada dhisay qaarna waxay leeyihiin ma waa intii aanu dhisin bee markaa xaaskiisa uu ka dhaqaaqay buu buuraha soo fuulay markaas uu soo duceeyey iyaduna ay leedahay ilaahayna dayici maayo isaguna wuxuu ilaahay baa ifarasaa inaan yeelo kolkaas uu soo duceeyo ducadan uu qadimo waxa uu leeyahay
ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. هل كاسان تشيلها ودركي ساية تماش مال سرعك صوبحنا ماها لكن عجائب تيلي ذا قريقا أكتي سوي مركا إلهي باقو الشيقين هل كان كعبضة إلهي أي كا وكرس الدورة يسوه أما برهات كذا بس يجريو ده ملاقي يا بهارو لسنا نبي آدم هي تاريخ ذا اسمها كعبة ذا مركينو كسور رمين اسمه نبي إبراهيم كهور رجيل وشريبة مركا ده إن بدن علماء وتاريخ هالشيء عن حكمة ده هل كانوا دتشينين وعنان ما هلا لكن وحويان إن عبادة ذا إله أوجان وفرصة ده وجوين هل كان لوقف في ذي سنة يا ما هي وحلاق عمره لكن وين لقى علف قاتو علف كروح ذا هي صهيدا إلهي وكري كري وكماتك سبحانه وتعالى قوابها اللقوع عبادهيستان إيا حاجكي عمره اللقو سوق دان إيو إنو كرديقو مالها الدوية دا أغو بيا بادن أغو بيارا بادن أغو برواقضا بادن أغو عقار بادن وكري كري لكن وجدد ديبا وحي تهي ما أهم مال وجدد وعي تهي إن شرك اللقو راحي إيو إيو مال رياض روحية تبا بركة إيو راحة الروح دا لقا صوهلا marka nafti baa lagu soo arbinaya marka waxa lagu talagalay qofku markuu halka tago ee uu soo cibaadeysto in ruuxdiisu ay kor u kacdo sidan la yuqiimu salaah jeedada halka loo imanayo waa beel cibaadada laga sahay qaadanayo iyo ruuxda ayaa laga sahay qaadanayo tababar ruuxiya ayaa laga helaa tababar iyo shidaal ruuxiya laga helaa goobtan ee meel cunna iyo jirka looga raaxeynaya ma sida daraadeed baa loo ayaa muqaalkeedii iyo jawigo dhame uu noqday meel day yar adag oo kulayl leh oo buura leh oo aan wax badan ka bixin ila carbis baa looga jeedaa duacadiisi waxa kamid aha faj'al afidatan min an-nas tahwi ilayn ila waxad ka dhigtaa dadka quluubtooda mid u soo hiloobaysa oo jeclaysanaysa marka culimadu waxay leeyeen hadii aanu min an-nas oran lahayn ee faj'al afidatan an-nas oran laha dadka oo dhan baa ku soo xidh bilaa dadku iska wada iman lahaaba lagama kari kareen laakiin mintaasi tufidu tabciidiyya badnimay faa'iideynaysaayo waa intuu ilaahay ugu talagalay un halkan ama inta xaj iyo cumro loo qadaray wey qaybtaasun baa qalbigoodu ku soo xidhmaya kii aan loo qadarin xaj iyo cumrana xaggeedaba uma soo eegayo xoolo badan baa iska haysto arinta kale jirtaa waxa weeye ducadii nabi ibraahim waa loo aqbalayo qof kasto oo adduunyada meel taga wuxuu yidhaahdaa macno badan ii samayn mayso mar horaan halkaa waan ku soo dalxiisay oo waan soo arkay wax kharasho ku bixin maayo tegi maayo laakiin xaramku xigmadda uu leeyahay waxa weeye qofku inaanu ka xiiso goyninba hadduu weligii ku noqnoqonayo ma ka xiiso goynayo inuu sii jeclaado mooyaane sida qofku qur-aanka aanu uga xiiso goynin qiblada iyo hareeraheedana qofku ugama xiiso gooyo waayo ducada nebi ibraahim ayaa la aqbalay ilaahay oo quluubta dadka ilaahay uu ku soo xidh la aqbalay midahana ilaahay uu ku arsaaq si ay kugu mahadnaqaan ama inay ku mahadnaqaan baa la rajaynayaa marka iyadiyo aan wax ka baxaaba jirin haddana mar walba waxa ay noqotay meel la keenayo midaha caalamka oo dhan wayujba ilayhi thamaraatu kulli shayin rizqan min ladunna waxa la keenayaa midho shay walba midhihiisa iyadoon ku arsaaqaynaba ilaahay oo ducadaana waa loo aqbalay nabi ibraahim calayhi salaam rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala allahi min shay'in fil ard wa la fis samaa wa ay tilmaamaysaa marka aynu ilaahay baryayno ammaan waa inaan badina ammaanta ciddaad wax ka codsanaysa markaad ammaanto way ku badisaa way ku burburtaa marka ilaahay baa ugu ammaan jecelo dee ehel buu u yahay goor waloo ilaahay aad ammaanaysaba xaqiisaad sheegaysaa dheeraadka uu leeyahay wanaagyaashiisa ammaantiisa ayaa ducada ku jirta sida aad arkaysa cilmigiisuduu xeel dheer yahay marka wamaa yakhfaa cala allaahi min shayin fi lardi walaa fi samaa wa hadalkii nebi ibraahim oo ilaahay uu ka warramayo iyo mee ilaahay baaba intaasi toosa u dhex dhigayo hadalkii nebi ibraahimba mehe waa hadalkii ilaahay oo toosa labadaba waa leeyahay الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إبراهيم إسماعيل وإبراهيم إن رب الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إلهي بأنكم هذا قياني ووين السيئي لبدا إنا
oo waxay u badan yihiin muarikhiintu ama culimada taariikhdu inuu horeeyay Ismaaciil oo dhowr iyo toban sanadood uu ka weynaa Isxaaq. Ismaaciilna waxa uu dhashay addoontiisii aajara ama haajara la odhan jiray, carabtaana ka farcan. Nabi Isxaaqna waxa dhashay Saara oo iyaduna miweynadii ahayd, oo markaas iyadoo weyn Ilaahay uu hibeeyey subxaana wa tacaala, marka isaguna wuu weynaa iyaduna way weyneyd. Marka Ismaaciil wuxuu dhalay isagoo dhowr iyo sagaashan jir ama boqol ka mid uga dhiman yahay, isagoo oo boqol iyo dhowr iyo toban jirayna Isxaaq buu dhalay. Marka calal kibar dee waa dareemi karaysaa qofku markuu da'daa gaadho wuu iska soo ururaa dhalmadiisu, xaaskiisana saynu horeba u soo marnay, dee iyaduna waxay ahayd mid aan dhalin da' weyna. Marka da' weynaanteedii iyo dhalma la'aantiiba haddana Ilaahay awooddiisa awlaaddaas uu hibeeyey. إلهي وحو كغا مهد شاكتا إنو إلهي دعا دي ساقبلو وحو إلهي بريا إنو كرد قمت سلاة دعوغا إستغي يوبت كي سبا مركا لهاد دانا دعا دي ساقبلو أيو كدو عايسانا يا وحو كدو عايسانا يا إستغي يوبت كي والد كي سيا مؤمنين طوردن إلهي إنو دنبغا كرد عفا مالن كأرنكو أرقيا مركا وحينو كأركينا هالكا دعوين كان نبي إبراهيم من افتقر إلى ربي كان أقرب إلى أن يحقق الله له رجاءه. قفك باهي وين إلهي وموجستا مربا باهي ذات موجستان إسا إنت أي الأكد هاي أي أقبل كالدعاء ذاتنا ونقنا أقبل كالدعاء ذاتنا كل بالتضرع يسلو لغ يكوعل إنتو إنت أي الأكد. نبي إبراهيم وحاو عطسري تيسير المنافع على الأولاد ليتفرق الصلاة، وذلك مقصود العاقل من منافع الدنيا. إلهي وحا النعمة نقدونا يا أبو عرور تلي ونقد عينا يا برارها يا برواقضان وقبر يا سيء عبادة دواغا وكالك وحا نكقرانينا وحا الدنيا النفع هلينو وحا نقول نولانينا سيء نقول عباديسنو معنى أمن نولين عنضة يا علف كالدنيا ده. لكن وحا نقول عبادة ده. وارين هذا عجيبة إن سرت فهمتها مهينة سرت نلاش ما هو حوي يقفكم مركو ده كراء وكبعين وعلم جماد جاب برتو كدي منا ويسكش قط تجاح ولا ورصة سرت ما أنت سمايا ما علم جماد جاب وحين وبرناينا عود كي حولها نلاش قي سنة يا لورد سنة يا لورد قنا يا سيئن وجو كاشنا عبادة إله سرت نلاش وين إله عبادة ستة أيام هذا الدنيا تشوك سيد إله بتلمامي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وحكمة وحن وحو إلهي بريي ودعينا يا عروتيس لكن ليقيموا الصلاة بولي رب اجعلني مقيم الصلاة سرتوا عبادة مركاها الدية ينسكشا قيسنا ينسكنا قناة عبادة ينوي لونه وبين أنقر وحا لينو أبو راي قال الدية قال الله علينا خصعنا وحا أينو أركينا هلكن جموع الوافدين المشتاقين من أقطار الدنيا أدركت مدى دعوة إبراهيم. ذلك فراها بدنا كصور رأي بيت الله الحرام كي كعبدة وددي لها وقبلي دعادي نبي إبراهيم أي لها وقبلي قلوب تدك كصور حدد كي مركات دعادي لا أقبلي باقي نبي إبراهيم نوي كتشوابين دعادي نبي إبراهيم نوي هلين تدك هلكا إلهي وقدرين التقال. وحا أينو كاركينا من عرف أسماء الله من عرف الله بأسمائه وصفاته تأيأ للسفر إليه. قف قادو إلى هاي أسماء دي سي سفوين كي سي تلمامه سي حقي سقرته إله إنو لكل مكة ما ولا عيو لكن لكل أنك إلهي وجع لي سنيا ودعى سنيا كل كاسو هدنا إلهينا أمانا يا نبي جنس يا رب بو أمانا يا سبحانه وتعالى. وعن كفى إذا سنينا المجتري على معاصي الله ألا يعلم أن الله يعلم سر والعلانية. قفك كل رنا يين وله عاصيه ميانو أغين وله يجيو قفك آيرون إشيس يا أبت إفتيس إبتيس يا أفكيس أو كلا قاضي يا حران يا معاصي ميانو أغين أغين سيد النبي إبراهيم وتلمام يا عليه السلام ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. نيانا تادر إنسان مركا تندر إنسان تهاي كما ديرنا يسمع سيدا لكن وقفان أغين أما إلا وي أما إسكالا قتيرين وإلها إيغي سبحانه وتعالى.
وها إنهم وقنا يا إنه كاركين فوائد كم ذا أن شأن الصلاة عظيم صلاة أرن كذا نوي صلاة أرن كذا تروس تنتي بوئك والله يا أبي فرين تلاقي النبي محمد أودت كجالس محاكم ذا آيات هراء نصور لفنة كوبي صدن قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة فرين تايجا جالس صلاة ها أوجان أولياء إذا سايجا جالس بعجلها ولي النبي محمد نبي إبراهيم ندعو على حق يا ظهر وحول ربنا ليقيموا الصلاة حرم كم حنودة شيء صلاة لغة معاش صلاة دي سلوى بقول كنا صلاة بلا أجلس حق الدمار وحول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي إلها ونجي أو بتكيجا واحد كذك تاسكوا صلاة دوا مرك ريركا يا أهلك يا أمضى أنت صلاة دوا على صنتهاي والله يقان إذبلي وإيمان قضاء وإسلامك كتوص هدي كلا إسلام كود أما ما ترى أما سحمها أين بدنا أين ماذا كم يدوح إلين صلاة الآن وإسلام الآن معناها إيمان الآن هدي الله إذا هذا إيمان كي واترى أما صلاة وقفك إسلامي ماذا وكترى أنا سحمها وي إسلامي ماذا يسميت سحمها هو استلنتي يسألون هو مسلم سجاجرة إذا مركا رسول كوحة المامي صلى الله عليه وسلم قيبها الدين تكل بقيب على طورة يا كوا قدام بيا صلاة كم من دقانيس صلاة مرك ماشى كبر حدنا ودي الله أنت تكتم مال ولا مسلم كانوا سوي ما دبا أنت تكتوا نسبة أما عدد يروي نصيب درها مرك أمضى كل عدي ومرك وين ضلك أيوة على صنات الصلاة ديجان كله يسوي ما دبا جمعة هي جمعة على سني هاي أقل كصلاة سؤال سنت هاي يرير كأيوة أسردة هديك للشيدان به كأورينية ciirku buli buli ayuu kala soo maaha aqalkaagu waa bulidi ciirka oo balaaya ku dhalaysa marka dagaal iyo faqri iyo kulayl iyo xeeraan ka bixmaysa walaa gar qaadaya habeen iyo maalin jaarka iyo bilayska kala qabanaya aqalkii haya xafadaha bila salaada wuxuu waa bila barako marka doorka salaadu diinta ay ku leedahay ayaynu arkayna sida nooga muuqanaysa ducada nabiyada waxaynu arkayna ducadu inay aadaab leedahay oo shaanu saalihiin dhaqanka anbiyaada marka aad eegto ducadooda bal imika u fiirso ducada nabi ibraahim 9 jeer buu ku soo noqonaya 12 ka aydo taqriiban 9 jeer baa waxa ku soo noqonaya rabbi ya rabbi ya rabbana ayaa ku soo noqonaya marka taas waxay tilmaamaysaa inaad isu dhul dhigto oo marku la deey rabbi uu oran karay ilaahay uu intuudaab u daldali karay ducada laakiin ku soo celcelintani waxay tilmaamaysaa baahida oo qofkii muujisanayo iyo amaanta Ilaahay oo amaanayo oo gol iyo ictiraafsan yahay inuu yahay Rabbiga abuuray arsaaqay sidoo kale erayga ar-rabb yunaasibu ahwaal ar-ri'aaya wa rizq al-ibaadi fi ad-daarayn rabbana ya rabbi wa ismiga Ilaahay ajeeb ka sii sheegaya ee tilmaamaya ilaalinta adoonka sagay abuuray oo maamulaya oo arsaaqaya oo ku ilaalinaya saasa erayga Rabbi lagu doortay waxa si cajiib ah markayno eegna Qur'aanka Kariimka ah mar wal oo erayga Rabbi ama Rabbana ama yeedmada ducada Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa erayga Rabbi iyo Rabbana iyo Rabbi yaa lagu madaro xarfu nidaha yaa la ila lagu madaro oo in yaa lagu daraa waxay sheegaysaa in aad la hadlay Saciid ka dheer in xarf nidaha ayaa laga jaraana waxay sheegaysaa in aad barayso cid ku dhow cid ku dhow marka aad barayso ayaa laga jara xarf nidaha marka kalena waxa lagu daraa xarf nidaha lagu daraa marka rabbi subhanahu wa ta'ala wa qareebun mujib bidin naga ag dhow weeye oo bi ilmihi oo aan marnaba inaga fogeyn wayda saalaka ibadi anni fa inni qareeb marka adoomuhu ka waydiyaan ba ilaahay nabi maxamed oo xad u sheegtay inaan u dhowa si kala hadii loo eego cid ka weyn xarf nidaha waa laga jaraa cid ka hooseysana xarf nidaha waa loo isticmaalaa oo ilaahay markuu adoomihiisa iyo anbiyaadiisa u yeerayo ya nuuh balalay oo nabiyada markuu magacyadooda yaadi ku daraya laba meelood ba xarf niduhu isagoo la socdo oo quraanka soo arorayo labada meelna ma haddu ceey waa cabash wa qala ar-rasuulu ya rab in qawmi ittakhadhu hadha al-quraana mahjura wa cabasha taas وقيله يا رب يدنا وعبش مركا ملاحظات كاسنا وإنها إنه قم وقنا يا آياتك سيرت إيا لطائف كي جوهرت قرآنك
الله ينقوهن ونياها ينقوهن فعو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى واصم به قلبي من الشيطان.